رد المهندس يحيى الكومي على الانتقادات التي وجهت إلى مجلس إدارة النادي الحالي من نجم الإسماعيلي السابق ورئيس اللجنة الفنية للدراويش في عهد مجلس الإدارة السابق علي أبو جريشة، حيث أكد يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أن اللجنة الفنية برئاسة علي أبو جريشة هي السبب في موقف النادي الحالي. وقال الكومي خلال تصريحاته: نحن كمجلس إدارة خائفين على نادي الإسماعيلي، النتائج سيئة بسبب اللجنة الفنية برئاسة علي أبو جريشة، لأنهم هم من تركوا هؤلاء اللاعبين. تعاقدنا مع صفقات جديدة ولكن للأسف لم يظهروا بشكل جيد، هنعمل إيه؟ وأضاف الإدارة السابقة واللجنة الفنية هي من تركت شكري نجيب ولم تجدد له، وتابع وواصل: لم نفرط في شلونجو لكنه هرب بسبب مجلس الإدارة، اللاعب أرسل 3 إنذارات لكي يحصل على مستحقاته. وأكمل محمد صادق الذي رحل إلى بيراميدز لاعب دون المستوى وكان له ظروف صحية بسبب إصابته، لذلك قمنا بتركه. الإسماعيلي يحتل المركز الأخير ويجب أن نحل الموقف ولا ننتقد بعضنا البعض.